اليوم هسه رح نعطي اول تمرين صوتي، وهو قبل التمرين الصوتي نتعلم طريقة الشهيق العميق التنفس، الشهيق العميق والزفير الاقتصادي، الشهيق العميق والزفير الاقتصادي. هذا تمرين، اكتبوا عليه تمرين رقم واحد، تمرين نفس رقم واحد، الشهيق العميق والزفير الاقتصادي. شنو بمعنى شيخنا؟ لازم يكون اخذ نفس عميق، والزفير من اريد اخرج اخرجه يكون اقتصادي، اقتصد به، ما اذرف به سهوله وطلعه، حتى من تكون عندي جمله مكونه من 10 كلمات 12 كلمه كون اديها واني عندي نفس كافي، ما حتى ما استهلك نفسي بطريقه وابقى على النص اخذ نفس هنا وكيف اوقف هنا هذا خطا. طبعا بالمناسبه بالاجماع بالاطلاق تمارين الصوت وتمارين التنفس تنأخذ من وقوف مو جلوس، وقوفا زين. وضع الوقوف شلون؟ هسه نقوم ان شاء الله تعالى حتى نطبق هذا التمرين. نوقف، عملية استرخاء تامة، وأهم شيء استرخاء عضلات البطن، لازم تكون مسترخية. فتحة القدمين بمستوى فتحة كتفي، يعني ما أقدر أسوي هيك ولا أقدر أسوي هيك، أنا كتفي شقد، واضح شلون؟ كتفي شقد، أوقف على قدي، أوكي؟ أوقف على قدي. عملية استرخاء تامة شباب، عملية استرخاء تامة. شلون أعرف نفسي إنه أنا مشنج؟ شلون أعرف نفسي؟ بس يصعد كتفك شوي يقول أنا مشنج، ابدا استرخي. لاحظ بس انت متشنج يصير كتفك صح؟ تقلصت هاي المنطقه وكتفي صعد لي شوي، استرخي انتهي الموضوع كله. تعرف نفسك من يصعد كتفك لفوق. ماشي شباب؟ فناخذ عمليه التنفس، شلون ناخذ عمليه التنفس؟ اولا راح ناخذ عمليه التنفس، اخذنا النفس، سحب النفس باربع او خمس ثواني. أربع أو خمس، يعني احسب، يعني الثانية شلون تحسبها؟ احسبها بهذا المقدار، 1 2 3 4، هاي ثواني، أربع ثواني، أوكي؟ هذا الزمن مالته تقريبا. ماشي؟ بعدين شو أسوي؟ أحبس النفس، وين؟ أحبس النفس بالرئتين مع وضع الاسترخاء. بوع من أخذت نفس صار استشنج، لا احبس النفس مع وضع الاسترخاء. ايش قد تحبسه؟ 10 ثواني او 12 ثانية حسب القدرة. 10 ثواني، خلينا نقول 10، اوكي؟ نعم، احنا عدادات موجودة عندنا بالموبايل. احسنتم. فبالتالي شو يصير عندك بعد؟ بعد حبسته 10 ثواني، ايش قد اطلعه؟ 15 ثانية. 15 ثانية اطلع اخرجه، يعني ما اسوي خلاص هيك، لا خطا. لازم وانا حابسه اطلع شوي 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 شوي، يكون مقدار 15، واذا صار 17 بعد هذا بركه وخير من الله، اوكي؟ لا انت امشي على هذا الرينج حتى يكون عندك قانون، بس بعد ما تتمرن ويصير عندك يعني كثافه باللعبه هي اوتوماتيكلي راح يصير عندك زياده بالهذا. طبعا المقياس انه يكون 30 ثانيه تأدي جمله يكون افضل. 30 ثانية تأدي لك جملة قد سطر سطر ونص، شوف أنت شلون تكونها وتأديها بطريقة معينة زين، يعني بال إن شاء الله من ناخذها إحنا نعرفها أكثر يكون أفضل. وإذا يكون 40 ثانية فبعد برافو، 50 ثانية بعد هذا بطل فيلم، أوكي؟ أحسنتم. فبالتالي شو يصير عندنا؟ يصير عندنا لازم يكون عندنا هذا الرؤية. الحدود الطبيعية لي كيس الهواء اللي هو الرئتين في اغلب الاحيان احنا شاغلين من عنده فقط الجزء الاعلى للرئتين، يعني اوصف لكم نفاخه جديده من تنفخه بس شويه جوه ما مستخدم، فمن ما مستخدم قوي، لكن بالاستخدام مرتين ثلاثه اربعه يصير طبيعي يسوي تنفخ طبيعي،
على على كل طاقته تمتلئ بالهواء صح؟ هذا العملية هنا عندنا. الصوت الطبيعي قلنا هذا الصوت الطبيعي اللي هو الطبيعي الجيد مو الطبيعي الآن اللي عندنا الآن قلنا يعني مسافة قليلة، لا الطبيعي أن يكون يحمل الرئتين مالته تحمل من 5 إلى 7 لترات من الهواء. احنا شاغلين 2-2.5 اذا واحد جيد فثلاثة لازم يكون عندنا بعد شنو بعد عندنا فالدرجتين عفوا فاللترتين ثلاثة تلمين بالهواء يصير عندك فد أداء مثالي. واضح عندنا شباب؟ هسه بعد ما نكمل كتبوا هذا لازم يكون عندي أمتلك من 5 إلى 7 لترات من الهواء، أوكي؟ كمية من الهواء بالرئتين. هسه عليه تحال نطبق التمرين نقول 1 2 3 4 أنت استرخي شباب كأنك مشنج استرخي زين استرخي تماما. يلا أنا هعدلكم وأنت تأخذ الهواء شلون تأخذه بهذه الطريقة 1 2 أحسب لي 4 حتى ما أضيعكم. يلا 1 2 3 دخول 1 2 3 4 احبس 1 2 3 لا تشنج 5 6 7 8 9 10 اخرج الهواء 1 2 15 دي بالك 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. من وصل للتسعة للعشرة؟ 13. جيد. منو بعد؟ 14. ممتاز. جيد 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 جيد. هذا انا بالتسعة خلصت بس جيد 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 بس تمرين تمرين. بالمناسبة شباب اكو اشياء راح ان شاء الله ناخذها بسياقات الدرس تكون صعبة بس شنو مو مستحيلة، صعبة بس مو مستحيلة. واضح شلون؟ بالضبط. يعني ما عندنا شيء مستحيل، عندنا صعب بس الصعب يكون امامه بالتمرين بالكذا. هذا قد ناخذ التمرين يوميا ناخذ هذا التمرين 5 دقائق. دون الوقت 5 دقائق. كم مره باليوم؟ 5 دقائق. يعني يوميا مره لا 5 دقائق اريد منك 5 بس مو سوي لي دقيقه هنا وبالليل دقيقه اي 5 دقائق عاده. هذه التمارين تنأخذ الصبح أفضل، تنأخذ في مكان مفتوح أفضل من مكان مغلق. ما عنده مكان مفتوح يفتح الشباك ويبدأ يتمرن حتى يمر الأكسجين وتصير أي عملية التحويل والطرح أوكي شباب. كل التمارين من الوقوف، من شنو؟ وقوفا مع وضع الاسترخاء. لا تنسى الفقرة هسه صار عندنا بتمرين شنو؟ تمرين الشهيق العميق والزفير الاقتصاد. اليوم مسموح لك شو تسوي؟ باكر من تجي قبل ما تجي زين قبل الريوق تمارسه زين 5 دقائق على راحتك تسوي بطريقتك وتخلي الموبايل على قلت الشاب النانه براحتك على طريقتك. اريد من عندك 4 ب10 خزن ب15 تخرج. شوفوا التحويل اللي راح يصير عندكم على الايام القادمه اذا تمرنتوا عليه وفق لا تنسى انه انت من تكون مشنج راسا استرخي. واضح شباب؟ هذا انتهينا من عنده؟ قبل القراءة أفضل يصير يعني؟ لا راح أعطيك تمرين قبل القراءة. هو طبعا يومية هذا أحس عنده. يومية. أوكي؟ نعم منهج منهج. أنا راح أعطيك هنا هذا هنا 5 دقائق هنا 5 يصير عندك التكوين كله ربع ساعة نص ساعة بني تمارين تمارسهن يوميا. يوميا حتى نمتلك المرونة الكافية. هاي كل التمارين اللي راح ناخذها تمارين مرونة. أوكي؟ راح اصعدك فوق راح انزلك جوك وتمارين جوك وتمارين بالوسط ذني حتى نمتلك المرونه الكافيه. والمرونه الكافيه خمان يا سلاعب طوبه جيد قلنا وتمرنت وقعدت بالبيت عود انتظر اللعبه تجيني هذا خطا. التمرين اليومي راح يسوي عندك. انا طبعا من 2005 ادرس هذه التفاصيل زين. بالقصد الطالب اول مره قلنا يلقي صعوبه بس كل اللي تمرنوا وفق هذه التفاصيل صاروا أبطال.
ابطال بالتفاصيل. زين، هذه التمارين اللي ناخذها اهميتها مثل اهميه المقام. انت بني اذا ما سويت المقامات ما تقدر تأدين صحيح، لازم يكون عندك هاي المرونه الكافيه ومرونه الفكين. راح اعطيكم تمرين لمرونه الفكين لان راح يصير عندي مرونه صوتيه ما تتوافق مع مرونه الفكين، فتحه الفكين هاي لازم مرونه، اقوي عضلات الفكين حتى تكون عندي موائمه بين المرونه الصوتيه ومرونه الفكين. اوكي، فشو راح تعطيني؟ راح تعطيني طاقه ابداعيه بسهولة، ألفظ الحرف بسهولة، أنتقل فوق بسهولة، أنتقل جوه. وعرفنا قلنا هي قدرة التحكم بالصوت. واضح شباب؟ ممتاز. هسه راح ناخذ تمرين نسميه تمرين همونج أو الهمونج، تمرين الهمونج. شنو الهمونج؟ أحسن، شنو تمرين الهمونج؟ تعريفه شنو؟ تعريفه أي الطنين، الطنين. أوكي، بين قوسين بالاحكام يسموها الغنه. اوكي، وضحت عندنا الصوره. تمرين الهمونج، تمرين الهمونج هذا تمرين احماء الصوت، هذا اساسي اساسي. شلون اقوله؟ اولا لازم يكون سلو، بطيء، واضح. لازم يكون من منطقه منخفضه مو من منطقه عاليه، مو بكيفي، اكو قوانين تحدني. اوكي، طيب التمارين حسب المرحله، يعني اليوم تمريننا شكل، بعد اسبوع تمريننا يتغير، واضح؟ حسب المرحله. صارت عندنا مرونه جيده نزيد الجرعه بعد اكثر، نفتح مساحه اكثر، واضح شلون؟ نشتغل في مكان اخر. لكن مبدئيا مو بكيفي انا وسويت والله اعرف تمرين الهمونج بس شلون بكيفي اخذه؟ لا، انطونا قوانين، قوانين مرسومه تماما. احنا اول تمرين قلنا ناخذه فهو شنو؟ راح نقولها بطريقة ري مي فا فا مي ري بالهمك. شو عندي؟ واضح؟ شايف الهدوء؟ شايف البطء البي؟ شايف الدرجة مين أخذناها؟ ما أخذناها من فوق ولا أخذناها من جوا كلش، أخذناها من هاي المنطقة. أوكي؟ فسيصير عندي واضح؟ نقدر نجرب نقوله؟ وضع الاسترخاء، وضع، لا تنسى فتحة، لا تنسى روحك، تسيد لو تفتح زي، لا تنسى روحك، سابل إيدك ماشي. طبعا راح تلاقون صعوبه لان هذا اسم مساج للحنجره للاوتار الصوتيه، راح تحس شوي اكو بزك وتفهم شلون يعني حشره يصير عندك، لا بأس بس اريدك تتمرن صحيح ماشي. نقوله، ركز يا حبيبي، شو نقوله؟ نقول ثلاث حروف صعودا ومن ثم نزولا، نقول واحد اثنين ثلاثة ونو بننزل من ثلاثة اثنين واحد ماشي شباب. يلا نقوله لا تضغط على صوتك، بعد مو نقول لا طبعا، مجرد ملامسه مع الحين راح تحس ان انا الاوتار الصوتيه جاي تتحرك، جاي يصير لها مساج، واضح؟ لا تضغط على صوتك، القوه الزائده في كل شيء مرفوضه تماما تمام، حتى في الكلام خطا، لازم يكون اتعامل مع الاشياء، انت جاي تتعامل مع، احنا نسميها سوفت ميوزك، جاي تتعامل مع حرف موسيقي، والحرف الموسيقي بمعنى شنو الدلاله مالته؟ ينعكس تماما على أدائي في أي مجال، واضح؟ فنسترخي تماماً ونأدي. يلا نقول برافو عليك صحيح.
again. طيب اقدر اخذ نفس؟ نعم. وين؟ بالفواصل. وين مثلا؟ مثلا قلنا اخذت نفس ورجعت، اوكي، حتى يصير عندي اخذ نفس اعبي اكسجين صحيح اشتغل. يلا شباب اجين. لا تضغط فوق. اجين. حلو. جيد. هسه عرفنا الطريقه. هذا 10 مرات تاخذه يوم، مو 10 دقائق، 10 مرات يوميا تاخذه. 10 مرات. ماشي شباب؟ تمرن التنفس، اجي اخذ هذا 10 مرات. وفق هذه الشروط، لا فوق ولا جوه ولا ضغط ولا قوه. ماشي شباب؟ هسه صار عندنا تمرين، تمرين تنفس، شيق العميق والزفير الاقتصادي، زائد هذا التمرين اللي هو احماء الصوت. احماء الصوت، اوكي؟ شلون احمي صوتي؟ الان من ادي واني مسوي احماء، ما راح يصير عندي شد، ما راح يصير عندي يعني تمزق بالحبال الصوتيه، ما يصير عندي مشاكل. ادي اكو مساج للحنجره صار عندي، واضح؟ طيب هذا الشيء نسميه تمرين رقم 2. الواحد التنفس، هذا نسميه تمرين رقم 2. نعم، بس قلنا خلينا نكتب الشهيق العميق والزفير الاقتصادي. قلنا الصوت الطبيعي السوي الممتاز لازم يكون عنده من 5 لتر الى 7 لتر من الهواء. 5 لتر الى 7 لتر من الهواء. زين، شلون تجي هاي غير بالتمارين؟ لازم اكو تمارين معينه. هذا تمرين، التمرين الاخر او التمارين الاخرى الرياضه، يعني لعب كرة القدم، اذا اقصى يعني اضعف الايمان انه هروله، هاي كلش مفيده للصوت، يعني تعطيني اكسجين صحيح، تعطيني تنفس صحيح، تعطيني سعه بالاكسجين بالتنفس، فبالتالي مفيده جدا، مفيده الرياضه. اوكي، يعني الرياضه، يعني مو انا مثلا اشتغل بمحل وقاعد من الصبح للليل ويجيني محفل اطلع قبل، مو منطقيه، لان انت رئيس مالك هو شنو؟ الاكسجين. زين، الاكسجين وين احصله اذا انا قاعد؟ المي يجيني، الشرب يجيني، التلفزيون اقلبه بالريموت، السبلت بالريموت، حتى بحركه ماكو، واضح شلون؟ فبالتالي هذه الرياضه تفعل هواي من قابليتي الادائيه. ماشي؟ هسه التمرين الثالث، هذا تمرين شخبنا الهامينج شباب، ركزوا، تمرين الهامينج 1 2 3 صعودا ولو بنزلنا. هذا التمرين عكسه، راح نبدا من الفا من فوق ننزل الى جوا بطريقه الاهات وبطريقه الهامينج، واضح شباب؟ ايضا بعمليه وقوف واسترخاء، ماكو جلوس. زين شباب، فراح اهات ومن ثم الهامينج، اوكي؟ راح نبدا من فوق ننزل، هذا صعدنا وقلنا ري مي فا، هذاك راح من الفا ننزل جوا. فشو اقوله؟ انا اول مره اقوله، بعدين ركزوا على التدريب، على التمرين حتى يوضح لكم. استرخي، لا تنسى نفسك بالاسترخاء. فتحه القدمين وازيليها بمستوى فتحه الكتف، استرخاء عضلات البطن، تاكيد، كل التاكيد عليه. ماشي؟ شو اقول؟ راح اقول ضع، مو يختلف الموضوع، ضع من اقول هي نفس الدرجه، بس انا ضخيت كميه من الهواء زايد. احسنت، هذا خطا، لازم شو اقول؟ ضوع اسمع، لا اسمع مني بس، اسمع، اوكي؟ شلون راح انزل للدرجه اللي هذا تمرين يسوي عندي مرونه بالصوت عجيبه، اوكي؟ هذا تمرين لمرونه الصوت، ذاك تمرين احماء الصوت، حميت لازم اجي ابدا اسوي هذا التمرين. فايش يصير عندي؟ صار عندي ضع الصوت مو مستقيم، اكو صوت مستقيم خالي من الترجيع، من التموج والترجيع،
يعني صوت مستقيم أقول أوه عدل قبل، لا صوت بهذه الزخرفة، يعني تحس إذا تحط يدك هنا الحبال الصوتية تتحرك. فشو يعني هوصف لك يا فادي وصف آخر، شو أقول أوه، واضح؟ مو أوه ممتد مستقيم، لا أوه. جاي تلاحظ شباب؟ جاي تلاحظ هذه الزخارف الموجودة؟ زين كون نسويها بهذا التفصيل. هسه راح نسوي الأولى والثانية بقى. قفلت بهذا الطريق، ها 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 نزلت بقى. ها 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 نزلت. أوكي هسه من طبقة التمرين تكون بعد أجمل. أوكي ها 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 ها. أعيدها بالثاني همونك. إلى آخره. أوكي نقوله دقيقة. جيد 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 برافو عليكم جيد. بس لا تشنج من تقول، لا تشنج تقول اثنين. لا تدخل بقوة إلى أي شيء بالأداء، يعني ما مثلا يقولي مثلا ادخل بقوه لا هذا عدم التشنج يعطيني، وعدم الضغط بضغط كميه الهواء يعطيني هذا الاداء المثالي. نعم شباب، شباب الورا جاي يسمعوني لو جاي تمرنون ويانا. ها شباب جيد جيد، تريدون تجون المكان شويه تتقدمون. جيد جيد شباب. يلا شباب فشو راح نقولها بهذه الطريقة؟ يلا نقول هذه الكلمة. لا تقوي صوت، لا قلت صحيح بعدين قويت صوتك زين. لا تضخ كمية من الهواء. الراجح هاي المسألة. حتى لا يتأخر تمرين يا شباب. أرجو أنه يكون تفهم التمرين حتى نجسده صحيح، حتى نطبقه صحيح. ماشي شباب؟ يلا نقول. حلو ها 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 حلو ها 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 بعد بعد جلسة ها 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 نعيد مع وضع الاسترخاء. برافو عليكم. تضغط زايد نقول اجين مسترخاء. أجين بالآهات استرخاء. لا تقوي صوتك. برافو الهامينج. Mm-hmm.
جدا ممتاز بعد. حلو. بعد مرة. لا قوة لا قوة. جيد. استرخي. حلو. هامينج. برافو عليك. اكو صوت جاي بنفس المنطقه جاي يشتغل، جاي يسوين بس بنفس المنطقه، ما جاي ينزل ولا جاي يصعد. اوكي؟ فالغايه من عنده هو النزول وال شوف بالهامينج نقول مثلا نقول بالآهات اقول فا بعد شنو؟ مي نزلت، انا شو اسوي؟ ري نزلت، نوب دو نزلت، نوب دو سي دو دو. واضح شباب؟ هذا يعني علم، مو يعني مش تمام عندي اقول بعد اقول بعد اقول عبالي، لا، الغايه من عنده هي مرونه الصوت حتى تشتغل عندي بهذه المسافه بمنطقه معينه تشتغل عندي، حتى من نصعد فوق نشتغل شغل اخر. فانا اذا يكون صوتي متقولي بهذه المنطقه على الاقل اكون انا فهمت يعني التمرين. انتم بالمناسبه أنا هسه ما اختبرت أصواتكم، المفروض أصواتكم اختبرها من البداية كذا، عندي فكرة إجمالية على أصواتكم. كلكم الله يوفقكم، كلكم مواهب ومهارات ومنتين من عنده، بس حتى نتدرب صح لازم نفهم صح. فالغاية من شرحنا لهذه المواضيع وقلنا القوة وقلنا المرونة وقلنا التلوين وقلنا صح ولا لا؟ حتى نفهم شو نقول. يعني أنا أقول لك لا تسوي قوة، راح تفهم إنه أنت ضخيت كمية من الهواء، قلل كمية الهواء راح تكون عندي القوة الطبيعية اللي مطلوبة من عندي.